سهى مع وصفة مكسيكية اليوم. وصفتنا اليوم مكسيكية صراحة من الوصفات اللي كثير أحبها. أحب الدجاج. ها دجاج حلو. أحب كمان إذا كانت بالربيان تكون حلوة بعد. صح، هي الفاهيتا ممكن تتحضر باللحم بالربيان بالدجاج بالخضار. تمام. وهي من أشهر المأكولات المكسيكية. حلو. فنحن اليوم رح نعمل الفاهيتا بس كمان رح نعملها بطريقة انشلادة. يعني رح تنعمل الفاهيتا طريقة الفاهيتا وبعدين تنحط وتنخبز مع الصوص والجبنة. تمام. فأول شيء طبعاً نحن عم نستعمل صدور الدجاج. ايوه حلو. بتستوي اسرع شوي، مغذيه او يعني صحيه شوي اكثر من ونخليها رفيعه عشان تستوي بسرعه. هي سريعه جدا. وطبعا عندك البهارات اللي هي للفاهيتا. ايوه خليني اعطيك ملعقه. رح احطهم كلهم. بتحطيها كامله؟ هي لانه كل ما تشربت اكثر وكل ما هيك تبلت فيهم اكثر كل ما كان فيها طعمه اكثر. وطبعا هيدي ممكن تتحضر كمان بالبيت. تمام. اساسا الكمون والبابريكا. حلو. او لانه هول البهارين او بينعملوا بالمكسيك بطريقه كثير كبيره. تمام. وطبعا عندك ثوم، بصل، وملح، فلفل. حلو. وحر. حلو تمام. فرح حطينا البهارات، رح نضيف عليها شويه مي. هيدا مي. شوي مي. تمام. بدنا نحط لها طبعا الليم كثير معروف كمان. تمام. وزيت بس. وهي هي. حلو. ما راح نضيف زياده ملح. انا ما بملح هلا، راح ملح هي وعم تتقلى. حلو. لانه البهارات في بقلبها ملح. بنحط زيت هنا؟ بنحط زيت مع التتبيله. مع التتبيله وعلى طول بننزل زيت زيتون ولا زيت عادي؟ انا بفضل زيت الزيتون. زيت زيتون. تبغين احط لك؟ ايه بليز. تمام. شويه ولا؟ حطي. كوني كريمه. تمام. طبعا. وانا بحب ضيف عليها كمان ليمون. برش ليمون. هيك كمان تعطيها هيك. طيب المفروض نتبلها قبل كم وقت ما نحطها هيك هلا على الفرن؟ كل شيء بده تتبيل حلو يكون يا اما بين 12 ساعة او طول الليل. يوم كامل. اي يوم كامل. او اذا يعني مستعجلة فيك تتركيها تقريبا نص ساعة. فهلا انا فيني اتركها شوي تتبل عبال ما احضر باقي الخضار ونقصهم وبعدين بنحطها على الغاز. حلو. وحلو للامهات صراحة اللي يشتغلون تحطينها في الثلاجة ترجعين على طول. طبعا. ومثل ما كنا عم نقول هيدي كثير هلا صاروا طبعا بالمدارس لانه الدوامات طويله حتى بالمدرسه فيك تعملي لهم طبخ او اكلات هيك يقدروا ياخذوها وسهله التحضير وبينبسطوا فيها. صح. يعني الوان جبنه فعلا فاشياء بينبسطوا. والله نحتار صراحه هذه الفتره وش نطبخ غدا ولا وش نسوي عشاء. فالوضع يعني بعرف. محير صراحه. حلو ان احنا نشوف وصفات زي كذا سريعه. هلا هيدي رح نتركها شوي تتبل نخلطها كثير منيح. وبعدين بلش قصقص طبعا فليفله الوان. حلو. انا كثير بحب الالوان بالطبخ. بتقطعينها شرايح ولا صغيره؟ شرايح. تمام. عشان كمان بعدين رح تنلف بقلب التورتيا. اي تمام. اللي طبعا مغطيينها عشان ما تنشف. حلو. صراحة والله يعني الوصفة حبيت انه اول شيء الخبز هذا كثير احبه خفيف. صح. لطيف ما في عجين كثير. الدجاج كل الاشياء يعني المكونات بنضيف لها اي اشوف افوكادو بتضيفينه؟ راح اعمل طبعا الجواكامولي لتتقدم معه يعني كمان بالاخر هيك لما تحطيها حلو الواحد بيتسلى شوي هو عم يطبخ. والتشيز كل هذه الاشياء والصلصه كلها وطبعا الساور كريم كمان. طيب ما عندنا الناتشوز معها يعني ما بنتشرط عادي شوي. ما جبت الناتشوز لانه لا اذا جبتهم رح اكلهم صراحه. ايه رح اتسلى فيهم ببطل عنا طبخه اللي انا عملها. صحيح. خلاص شويه كذا انت بتقطعين بتحمسين شيء الحين ولا؟ بعد شوي بس بنتركها شوي. رح بلش اقطع وبعدين رح بلش احمس ال طيب وش رايك قطعي؟ يلا نشوف كيف نقطع. رح ورجيكي كيف نقطع. عاد انا ما احب التقطيع تصدقين؟ تقطيع الفلفل ولا عمري قطعت شيء يطلع شبه بعض. لا
هلا ليكي المهم الطعمه اهم شيء. اهم شيء الطعمه. لا شوف في ناس يهتمون انه يكون قد بعض وبطريقه معينه صح. هلا طبعا هي كشكل بيطلع كثير حلو، بس انا مثلا مبدئي بالمطبخ انه كل شيء بينعمل انت بتعمليه من قلبك عرفتي وبتحضريه رح يكون طيب، يعني انت حاطه هيك مجهودك فيه صح. مش طلع شكله حلو، طلع شكله أيوة بسيط ما بيأثر. أهم شيء الطعم والمجهود صراحة اللي عم ينحط. مع أنه والله أنا يأثر فيني الشكل الصراحة. هلا إيه أكيد إذا عازمة أشخاص أو أنت، يعني الواحد بيطلع بالشغلة أيه. العين بتاكل قبل الهيدا التب يعني. صح. فنحن حنقطعهم هيك شرايح، رح نعمل كل الفليفلة الألوان عشان كمان يكونوا عنا، وبدنا نحط لها بصل أبيض كمان. بصل أبيض حلو، وأنا جايبة حر تمام. هذا خليه على جنب لانه على هاني اللي يحب هيدي، بس ل ايه هاني اللي بحب الحر. ايوه انا مش مره من شوية محبين الحر. تمام. ف اصفر احمر ايه اصفر احمر اي الوان. الطماطم هذه مالها للجواكامولي. حلو تمام ايه. طماطم وبصل كمان هولي للجواكامولي. شفتي بسيطة مرة سهلة ما بدها هاي. ممكن كمان إذا إجاكي أشخاص هيك على غفلة صح، إنه هولي مكونات موجودة بكل مطرح صح أكيد عرفتي، مش صعب الواحد يعني يلاقيهم صح. تمام وهيك بحس فينا نبلش نقليها. أعطيني ايه. طيب خليني أحطها لحد ما تخلصين. تفضلي. تمام خلينا نشوف اذا هذه حاره. طيب ينفع نكبها كذا مره واحده. الريحه ما اقول لكم يعني ايه مره حلوه. هذه بنخليها على النار كم تقريبا؟ بدنا تقريبا شي ربع ساعة ل 20 دقيقة ليتغير لونها، بعدين حنشيلها نضيف الفليفلة والبصل نقليهم شوي وبنرجع بنرجع الدجاج مع باقي الخضار. تمام. طيب احنا بنروح شوية شاف وبنرجع لك مرة ثانية، خليها كذا لحد ما تخلصين. وطبعا وصلنا. يا سلام. يعني صراحة من أجمل الوصفات. أنا غشيت شوي أكلت بس ما جربتها بهذه الطريقة، فخلينا جربها. تفضل هاني زينا شوي هيك. شوف اللمسات نقطة أخضر يعني يا سلام. لازم يا سلام وبس تمام.